من نادر شاهين مقدم برنامج كيف من امن اللي شفنا دعايتها قبل ما طلعنا على الهواء لنادر شاهين نتعرف عليه اكثر صاحب خبره 20 سنه بقطاع التامين وايضا كاداري لعده شركات منهم شركتي تامين كمدير عام وحاليا مدير تطويري بإحدى شركات التأمين يعني نحن دايما بنحضرك وبنتابعك لنعرف علاقاتنا بشركات التأمين شو لازم نسأل شو لازم نعرف ما نمضي أوقات على العميان لأن عم بيكون في أمثلة كتير أوقات منوقع ضحيتها مش الغلط على الشركة الغلط علينا ما بنقرأ بس لأن هالقات بيكون في عنا ثقه بالشركة أو بالعميل أو بالوسيط بيناتنا بتوقع الواقعة نرجع من حط اذا بدك التهم كلها على شركه التامين تيجي بتقلك تفضل حبيبي انت على شو ماضي بالوقت اللي احنا ما شفنا فمش عم داريكم ولا 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 عم تهجمنا ولا عم تهجمكم بس نبلش انه لا ايه؟ هي بتوقع على الطرفين نعم. قبل 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 ما نبلش نحكي عن يعني كيف بنامن لما شخص مثلك عنده هيدي الخبره يعني اكثر من 20 سنه اليوم قد بتحس حالك ومدير تطويري؟ يعني لما عم عن تطوير عم نحكي عن تفاعل مع الايام، مع العصر، مع التكنولوجيا، مع تطور الحياه، مع قطاعات جديده بالصناعه والطبابة والى ما هنالك، كيف بيتم الشغل على هذا الشيء للانسان يتطور بمجال التامين اللي بالاخر عم تتعكس علينا نحن ك يعني آه... كمؤمنين اكيد كمؤمنين. كمستهلك نعم. اول شيء بدي صبح كل المشاهدين وبدي لك كمان بوجود لك الي ويعطيكم العافيه اكيد بهالبرنامج الحلو شكرا آه كيف بتتطور قطاع التامين هلا بلبنان اول شيء خلينا نحكي عن قطاع التامين بلبنان، قطاع التامين بلبنان يعتبر هلا الاقوى بلبنان من بعد ما كان قطاع المصارف من اقوى القطاعات، هلا قطاع التامين هو يتصدر القوه بلبنان رغم و... كل, الهزات الاقتصادية... كل الهزات اللي تعرضنا لها ب... رغم كل الهزات اللي تعرضنا لها رغم بوجود شخصيات كتير قويه وعلاقات كتير قويه مع معيدي التامين بالخارج قدروا اشخاص كثير مهمين اللي هن قايمين على هذا القطاع انه يقوموا بالقطاع ويوقف على اجريه اكيد مرق بالبدايه نحن لاحظنا اول شيء اول ما صارت ال... ال... الهز الازمه الاقتصاديه وانهيار الليره والدولار والولار وما كنا نعرف شو بدنا نعمل يروح المريض على المستشفى المستشفى بدها منه مصاري لانه شركه التامين عم تدفع لها تشيك لولار. صحيح. يعني ما ننسى نحنا نحن كمان هلا قبل ما نحكي عن تطوير ما ننسى شركات التامين مثل متل مثل كل العالم انسرقت انحجزوا مصرياتها بالبنوك مننا من هي مستهلك هي لا. هي كلاينت بالبنك بالنتيجه يعني بالنهايه هني مثل يعني مثل مثلنا انسرقت شركات التامين ونحجزوا مصرياتهم عرفت كيف يعني كمان هن مرقوا بازمه كتير كبيره ولكن مت برجع بقول في ناس قيمين على هذا القطاع ما رح سميهم بس هن بيعرفوا حالهم وكلهم مرقوا ضيوف معنا بالبرنامج مرقوا ضيوف معنا بالبرنامج واشتغلوا كتير ليل نهار ليكون هذا القطاع قايم على اجره هلا كيف نحن بنواكب التطور التطور اكيد ما فينا نوقف محلنا كل العالم كلنا عم تتوجه سواء بالابليكيشنز سواء بالاونلاين آه انشورنس هيدا هو التطور اللي هلا نحن متجهين اتجاهه، هلا بلبنان في صعوبه ليتسوق هيدا الشيء، ليه؟ لأنه نحن دائما بحاجه لبروكر، لشخص يحكينا، <applause> لأنه أنا وجعني بطني بدي فوت على المستشفى بدي دق لحدا، نحن عندنا مشكلة ما نحن ما فينا ننطر بالمستشفى خمس دقائق، مثلا بيكون في زبون قاعد 10 دقائق بالمستشفى بدي أقول لك صار لي ساعة ونص، مع أنه صار له بس 10 دقائق، سو نحن معودين على الرفاهية وشركات التأمين قبل الأزمة كانت كثير عم بتدلع المستهلك المؤمن يعني كانت مثلا تعمل له زنار اذا كان عامل اور ريسك البلاطه مثلا فور فري كانت على البوليسه إيه هلا صارت تدفع حقها اذا على ضد الغير والاور ريسك اذا بدك تاخذ خدمه البلاطه فالمستهلك اللبناني معود على الرفاهيه ومعود على كونتاكت مع شخص نعم. يعني يا شخص بقلب شركه التامين يا وسيط تأمين بس عفوا نادر يعني انتم كنتوا عم بتدلعونا بس نحن كمان كنا عم ندلعكم بالفريش دولار اللي كنا عم ندفعه كانت مبالغ عاليه من هينه فناخذ الرفاهيه تبعنا ما بقول لا لا طبيعي كل سيرفس بدك تدفع حقه م. ما في شيء ببلاش بالعالم شركات التامين منا شركات صح آه هيدا اللي قلت منا جمعيات خيريه منا جمعيات خيريه مثل ما قلنا فيعني مثل ما انا يعني مثل ما انت قلت يعني نحن لازم نتطور ومثل ما قلت لك هلا الاتجاه هو اكثر للتكنولوجيا مم. وللخدمه مثلا الخدمه مثلا في هلا خدمات جديده عم عم تطلع بالسوق مثلا ما بتدق الا بتشوف على الابلكيشن في اقرب خبير بتبعت له مسج دغري وبيوصل لعندك يعني في اشياء كثيره حال تعرضوا سير سيارات نعم نعم أوكي. ففي في في بالنسبه للطبابة اللي دائما نادر بتحس انه في في مشكل اسيورانس اعترفت ما اعترفت هيدا بيرجع للي كنت عم بقوله بالبدايه ماضيين مش عارفين على شو 100% شو قلنا وشو علينا هون <applause> عم فوت على غير برنامج شو قلنا وشو علينا شو قلنا نحن لازم اول شيء نعمله بالحياه نحن حدا بلبنان بيقرا هيدا معروف يعني مني وجر انا كمان بمضي على الاسيورانس تبعي وما بعرف شو على شو على شو ماضي بيسترجوا يلعبوا معك 20 سنه خبره واكثر ما بعرف هلا مدير كبرى الشركات <applause> ف... ف اهم شيء نقرا هيدا اهم شيء هلا اذا ما اذا ما بدنا نقرا اهم شيء يكون عندنا وسيط تامين نوثق فيه نوثق فيه وبدنا ننتبه شغله كثير مهمه في كتير شركات بت... بتوظف وسطاء تامين منن مرخصين وهيدا الليجل وزاره الاقتصاد ما بتسمح بهيدا الشيء فأهم شي نتأكد انه عنده بطاقة انه هو وسيط تأمين مرخص، يعني هيدا وسيط تأمين أنا إذا صار معي معه مشكل في يتشكى عليه بوزارة الاقتصاد، بينما إذا يعني في مرجعية نقدر نحاسبه 100% بينما إذا كان في وسيط تأمين منه مرخص عم يبيع تأمين ما فيك ما فيك تلجأ لحتى شركة التأمين إذا سرقها هيدا الوسيط نعم. ما فيك تتشكى عليه بوزارة الاقتصاد لان ما له مرجعيه 100% طيب نادر من هالخبره بالسنوات الطويله لخبره تلفزيونيه شو جابك يعني مدير شركه اكثر من شركه هلا مدير تطويري لاحدى كبرى الشركات انك تطلع على التلفزيون وليش او تي في وليش برنامج كيف من أمن؟ ما حدا بيعرف لوين بياخذك القدر بالحياه يعني هلا انا بالنهايه عندي هوايتي هي حد ال... حد الشغل بالتامين وكفاينانشال انجينير بحب كثير عمل الاذاعه بلشت بالاذاعه انا بالجامعه بالخارج انا نصي بولندي فتعلمت ببولونيا بلشت بالاذاعه انا بالجامعة حبيت العمل الاذاعي يعني على فكره حبيت العمل الاذاعي اكثر من التلفزيون هيك بيعطيك اكثر برايفيسي ف بلشت بالاذاعه رجعت لهون على لبنان هيك حرتقت كم حرتوقه اذا ما مش الحال ما حبيت كثير لانه الشغل برا غير هون أه كنت مدير باحدى الشركات اللي هي حج تلفزيون لبنان دغري كنت دائما اقعد هيك بمكتبي وطلع بقول بدي اعمل شيء بهيدا التلفزيون هيك قريب بروح ماشي بعمل بروجرام وبرجع طلع براسي اعمل برنامج عن التامين عن التوعيه التامينيه وهيك بلش ورجعنا تركنا هونيك لانه التلفزيون اللبناني كان وقتها عم بينفض كان مم. يعني آه الظرف اللي عم بإدارة الأستاذ طلال المقدسي كان نعم. عم بينفض التلفزيون رجع صار مشاكل وتركو وصلت على الـ 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 وصلنا على الاو تي في وصلنا على الاو تي في طيب أه قبل شوي قلت لي حبيت الراديو اكثر لان بحافظ لك على البرايفسي تبعك أه لما صرت أه تطلع على التي في وصرت يعني بابليك فيجر وانسان مشهور وعندك برنامج وديجا عندك علاقاتك بالشركات ومع يمكن اشخاص بيتعاملوا ديراكت معك أه شو فرقت حسيت انك خسرت ريك شيء ليك انا بحب العائلة. بحب اللي بحب الاذاعه اكثر مش كلمه البرايفسي انه مرقت على الشارع وقالوا لي انه انت عم تطلع على الاو او ما بعرف شو او انتو الشركات التامين بلشوا يسبوا لنا بس انا وجي لا بحب الـ بحب الاذاعه هيك وخاصه بالليل انه هيك العالم اذا بدها تسمعك عم تسمعك لا هو أنا معك حق مش يعني عارفه الازاعة الشخص الازاعة من أنا هيدا الشخص مين هو هيدا الشخص انا بوافقك الراي لان الاذاعه جو اخر مختلف الاذاعه بتركز بس على الكلام اللي عم بتقوله على صوتك على احساسك وشو عم بتوصل يعني لا بيلتهوا بتيابنا ولا بشكلنا ولا بدقنا اذا مزبوطه ولا لا أه أنا ولا انه لك هيدا شو لك هيدا شو يعني ومين جاي فوكس على الصوت وعلى المعلومه اللي عم توصل هيدا معك حق 100% انا بوافقك لان اختبرت العمل الاذاعي لاكثر من ثمانية سنين نحن رح نشوف هلا رقم تليفون لكل الاشخاص اللي عندهم استفسارات او على يعني يامنوا وبتصور بتصور بتصور ما بدي اقول عيب بدي اقول حرام ماني عم بعمل دعايات لشركات الامين التامين بس حرام بهيدا الظرف ما يكون عندنا أسيرانس يعني فينا نروح على لو بادجت بس ناخذ الاشياء الاساسيه لان خاصة عن الناس اختبرت الضمان ما عم بيدفع على المستشفيات بعدهم بيقبضوا ثلاثة مليون أساتذة المدرسة أه أه القوى الأمن الداخلي الجيش يعني كل السلك العسكري فضروري يكون في عنا أسورانس لأن أقل فوتة مستشفى نعم يعني نحن قبل ما نحكي عن رقم البرنامج أكيد وكيف فينا نساعد المشاهدين اللي عم تقولوا كتير مزبوط أهم شيء هلا نحن نتوجه وخاصة بهذا الوضع لأنه الوضع مأساوي نحن كلنا خارج التغطية الصحية كل اهالينا كل قرايبنا كل الناس كل الناس لحتى في ناس بعدها مش واعيه يعني بيقولوا لهم نحن صناديق مثلا معينه عم بتغطيكم ب 80% بس مش عارفين انه هي 80% على ال 15000 مش على ال 89000 يعني انه نحن في ناس مف... يعني آه في اكثر من جهه في يعني وحية. في 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 الجهات الرسميه في ناس مفكره حالها بعدها هي مضمونه م. بعدنا نحن خارج التغطيه الصحيه يعني انا مطرح ما بروح هلا مطرح ما بكون عندنا ميتينجز عندنا برزنتيشنز العالم عم تركض. تخيل عندهم اهل بال80 وبال70 بدهم بدهم هلا يعملوا العالم ما رعبه لانه بالوقت اللي مش موجودين إيه؟ فتحتوا هيك اوبشن جديده للمد... للمسلمين ليك المد... نحن في شركات بلشت توصل لل70 بس انه هيدا شيء كثير ريسكي لشركات م. التأمين م. بس قد ما في طلب وقد ما في مثل ما بتقول في م. حاجه في حاجه وما فيك كمان تسكر الباب بوجه العالم لانه بالنهايه شركات التأمين موجوده لتساعد اوكي عم تعمل برودكتس يمكن ليمتد سقفها كتير واطي بس على أي يكون عندك مينيموم حمايه مثل ما انت قلت وهلا شركات التامين كتير عم يعملوا مضاربه بين بعض يعني خاصه خاصه بالميديكال ليه لان كل العالم راكده على الميديكال صح. عشان هيك انا دائما نصحنا قبل ما نوقف البرنامج بالبريك الصيفي الصيف. النيلون للعالم يتوجهوا على شركات التامين هلا لانه هلا الاسعار رح تتغير بعدين على بعد بعد فتره هلا كلها عم تحرق الشركات اسعارها، ياخذوا المينيموم تغطيه ليشوفوا الوضع لوين بده يوصل لانه فوته المستشفى كارثه نعم، طيب الرقم قلت لي رقم البرنامج بتصرف المشاهدين كرمال لكن هذا رقم البرنامج 70 166 9، نحن هذا رقم البرنامج كان على طول موجود من ثلاث سنين من وقت ما بلشنا، هذا الب... هذا الرقم بيتصلوا فينا كل المشاهدين اكيد كرمال اذا عندهم اي مشكل مع شركه بنبلش بالمشاكل أوكي. لانه هيدا الموسم رح نحكي عن المشاكل ونحن بالمواسم اللي قبل كنا عم نحل المشاكل بس كنا عم نحلها تحت الهواء نعم. هلا هالمره هالمره عم, عم, عم نقول لهم لشركات التامين يعني استعملت هلا استعملت أهد. السلطه الرابعه بمحل 100% هلا بدنا نقول لهم لشركات التامين انه نحن رح نبلش نسمي لانه قبل كنا كثير كنا عم نكون دبلوماسيين وكنا كثير عم تاخد القصص من وقتنا شغل ونحن مش جايينا شيء يعني عرفت كيف فنحن هلا اذا اي شركه تامين رح تكون غلطانه تجاه اي مواطن رح يطلع المواطن ويقدر يسمي ببرنامج كيف بنامن طبعا بتكونوا انتم حضرتوا الملف اكيد 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 ودرسنا واتصلنا بشركه التامين عظيم عظيم هيدي شغله مهمه نحن بحاجه لها أكيد لأنه لكلنا عشان هيك نحن بنقول لكل مواطن عنده أي مشكل يتصل بهذا الرقم، وأكيد إذا عنده كمان أي استفسار أو أي بده أي معلومة، نصيحة معلومة أكيد بيتصل فينا نحن نحن حاضرين أكيد على عظيم فإذا مشاهدينا الرقم بتصرفكم بتذكرنا في أستاذ نادر 70 166 919 طيب بعد معي كم دقيقة بدي أحكي هيك كم شغلة شخصية معك نعم شو أكثر شي بتحبه ببرنامجك بطلتك على التي في اللي ما بتحبه بالبرنامج بشخصك ب... بطريقه اسئلتك ب... ب... بكاركتيرك فيك تكون صريح معه وتجاوبني هلا هو اول شيء ما بشبه حالي انا نعم بالبرنامج بس احضر حق. ايه. مش, مش انا يعني مش انت. كل العالم مثلا بيعرفوني انه قد انا بمزح ايه. وقد هيك ف بيشوفوني بينقزوا انه طبعا لأن نادل نادل لأ حال. لانه الناس حالها لانه هاي هي 100% عم تحكي ارقام وحسابات واوجاع واكسيدانات وطبابه و... ولا سمح الله عمليات وموت والى ما هنالك البرنامج البرنامج منه سهل ومنه هين يعني وخاصه لما تكون عم تاخذ الاتصالات تحت الهواء مع عالم عندها عندها مشاكل كتير كتير كبيره يعني. شو اكثر شيء بتحبه فيك بالبرنامج؟ بالصراحة يعني انا ما بغطي على شيء واللي بحبه كمان بحالي انا انه انا في مثلا مرات ازرقه للضيف آه. وفرجيه مرات انه عم بيحكي غلط لانه انا عندي كثير معلومات انه انا بعرف انه عم بيحكي طبعا غلط من الكار. مين إيه بس ما بفرجي انه انا بعرف اكثر مم. منه بالعكس انا بخليه يكوع يكوع عن غلطه ورده على الخط الصحيح بدون ما حدا يحس من المشاهدين انه هو غلط وهذا احترام للضيف اكيد وهذا وهذا اللي ضروري نحن نعمله حبيت الاطلال اليوم حبيت التجربه ايه اكيد بس في قبل ما نختم اتشكر حدا يعني تفضل بدي اتشكر اول شيء فريق العمل كلهم المخرج ربيع بدي اتشكر اكيد البروديوسر سيرج اسمر لانه هلكته لسار هلكته لسيرج و... و... <applause> واكيد رح نهلكك هلا بالموسم الجديد عم تتعب معنا كثير واكيد تحيه لشاديه ضاهر اللي كمان كانت من فتره من الفترات بروديوسر بالبرنامج واكيد تحيه لالك ولكل فريق العمل شكرا لك مشاهدينا هون بيخلص لقائنا نادر شاهين اعطيني الختام على طريقتك بكيف بنامن على كاميرتك لو سمحت وانا بشوفكن سبت واحد باذن الله كيف بنامن ولا ك... لا <applause> كيوم جديد بس على طريقتك انتوا عم تختم كيف بنامن هات لنشوف لكن نحن اليوم وصلنا لكاميرتك نت... كاميرتك هون هونش. هون وين هونيك كاميرتك أيوة. لكن نحن اليوم وصلنا لنهايه برنامج يوم جديد بنلاقيكم بكره اكيد بصبحيه مميزه مليئه بالمعلومات وان شاء الله من اليوم لبكره بكرا اكيد يكون نهاركم سعيد الى اللقاء باي باي